هذا الول ووشر هذا عبارة عن خط طويل إلى الأخير، منتج جدا رائع. الحلو فيه إنه كتير صغير، صعب نشوفه، عبارة عن خط أصغر من حتى خط التكييف، هذاك التكييف وهذا الول ووشر. خلينا نشوف نقرب عليه. طبعا الحلو ولا في أي إزعاج للإنارة. هذا عبارة عن ول ووشر موجود بالسقف بضيء الحيط بطريقة كاملة ومتناسقة. فلاحظوا الإنارة متناسقة على كام، يعني لاحظوا ما شاء الله السقف فاضي، ما في إلا بس جهازين داون لايت والول ووشر اللي عطى إضاءة غير مباشرة المكان، طريقة جدا جميلة. طبعا في بعض الأجهزة الثانية، بس نحن بنشوف إنه السقف تقريبا فاضي، بس في اثنين جهازين داون لايت اللي هو هذا الجهاز وهذا الجهاز الثاني، أضاء والطاولات، وعندي إنارة الول ووشر. بصراحة المنتج مميز من شركة إيركو. شوفوا الول ووشر، الول ووشر بدأ يشتغل، فينا نرفعه، we can increase the light. لاحظوا شلون من جهاز خطي أضاء المكان بشكل كامل، لاحظوا ما شاء الله. فالمنتج بصراحة جدا جدا مميز، أعطى إضاءة للمكان طريقة كافية.